يا أبي 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 حزن ببوح الحنجرة وجع بهذا الصدر يغمد خنجرة هي حيرة مثل الهزيمة مرة ما للعروبة كالحطام المبعثرة أنا نظرت رأيت موتا صارخا لكأنما وطن العروبة مقبرة في القدس ما في القدس أو في غزة قد عاث صهيون وأرسل عسكرة بغداد أو في الشام جرح واحد من فخخ الوطن الجميل وفجر والشعب بين الرعب أضحى دمعة مذ أظهر الإرهاب فينا مظهرة والدين دين الله إلا أنه لم يرضى شيخ الإفك حتى زوره والكاذبون العابثون أوغروا صدر الغبي بالشعب حتى كفره إعلام بعض العرب أضحى فتنة أصوات بعض العرب أمست ثرثرة وترى الذي قد باع غدرا ضاحكا ويراه أمرا داعيا للمفخرة هل ثورة الأحرار دم موطنا شتان من يبنيه أو من دمره في كل شبر من ثرانا لوعة في كل ركن من مدانا مجزرة في مطمع للغرب صرنا لقمة في نظرة للغرب صرنا مسخرة قل يا أبي هل ضاع حقا حلمنا ما عاد فينا خالد أو عنترة وهل للعروبة لم تعد إلا أسا في قلب من عشق الثرى ما أكبر ولدي هذا المدام أضيق أنا نظرت رأيت نار المحرقة ماذا يقول الحرف في خط المدى وطن تدلى من حبال المشنقة إن مر عصفور يغني مغرما كسروا جناحين أماتوا الزقزقة هل نحن شعب واحد مهما بدا فينا اختلاف في الأمور المسبقة قد فككونا كالطوائف وانبرا كل يشد الكل حتى يخنقه فانظر شتاتا في شتات كيف لا إذ كل شيء صار تحت المطرقة أمجادنا في الدهر صارت نكتة من خجل للأرض الضرن مطرقة آه بني اليوم كم من طعنة في الصدر تأتي من أخ ما أحمق لكننا والليل يجري خلفنا والفجر حث الخطوة حتى يسبق ما زال فينا موطن كي نحتمي بالحب إن الحب مثل الزنبق وغدا ترى الأوطان ضوءا ساطعا وبرغم حقد الليل شمسا مشرقا
إن أغلقوا دربا فأيقن أننا كم قد عبرنا من دروب مغلقة. يا والدي أيقن منك المعذرة إني سأسقي الحلم دمع المحبرة. يا والدي أيقن منك المعذرة إني سأسقي الحلم دمع المحبرة. جرحي عميق غير أني مؤمن وغدا يكون الجرح تحت السيطرة.